هابي نيو يير، ينعاد عليكم يا رب بكل الصحة والخير والعافية، أكيد بتفاصيل مميزة من الموضة دائما نقدمها لكم بسنة جديدة. فمرحبا بكم متابعين الموضة، نلتقيكم من جديد بحلقة مميزة وغير شكل. رح نبدي أسبوعنا بآخر صيحات الموضة وشنو صار بآخر الإصدارات العربية والعالمية، فخلونا نتابع مع بعض آخر الأخبار لهالأسبوع. نجمة التزلج الحر والفائزة بجائزة الميدالية الأولمبية الذهبية إيلين جو ظهرت وهي تحمل حقيبة لويس فيتون الجديدة والأنيقة بشكل مثالي. فيديو الحملة الإعلانية لمجموعة الحقائب الجديدة ببطلته بالتزلج تم عرضه على الإنستغرام بحملة ترويجية رائعة لأكثر حقائب LV شهرة. من العراق وإطلالة النجمة اللبنانية مايا دياب بالحفل الفني الأضخم بمناسبة رأس السنة الميلادية. الحفل رفع شعار العراق بخير وجرى مع كوكبة من نجوم الفن العراقي والعربي وتم عرضه على قناة UTV. مايا تصدرت الترند في اليوتيوب بأغنيتها الجديدة أكثر شوية وحلت بالمرتبة 23 بالترند. عالم الألبسة الرياضية وارث دار ديور فيب يجمعهم تصميم حقيبة الدار الجديدة اللي صممتها ماريا غراتيا كيوري. تم كشف النقاب عن هاي الحقيبة بعرض ديور كروز 2022 اللي تم في أثينا. يجمع التصميم بين رموز الأحذية الرياضية والجرأة بكل التصاميم والظروف. ومستمرين من آخر الأخبار، ناخذكم بجولة جميلة جدا هذه المرة مع الصناعة الإيطالية الفاخرة، يعني الفخامة والرقي والكلاسي. تصاميمها كانت مستوحاة من تصاميم الملوك والأميرات اللي انتشرت بسنة 1921. من بدايتها حتى الآن كان إنتاجها هو الملابس والأحذية والحقائب. فخلونا نشوف وياكم دار غوتشي إمبراطور الصناعة الإيطالية. 100 عام على الصناعة الإيطالية الفاخرة، إمبراطورية الأزياء الشهيرة اللي تأسست على إيد المصمم غوتشيو غوتشي في فلورنسا عام 1921 اللي نشرت مفهوم الحياة الجميلة حول العالم. تعتبر دار غوتشي الإيطالية من أشهر الدور على مستوى العالم، حيث بدأت كدار لصناعة الجلد لتصبح فيما بعد من أبرز دور الأزياء والإكسسوارات الفاخرة في العالم. تتنوع مجموعة تصاميم غوتشي ما بين التصميمات الكلاسيكية وبعض القطع اللي أظهرت الجانب التاريخي الذي اعتمد عليه المصممين من خلال الفساتين الفكتورية الملونة. تشمل خطوط إنتاجها حقائب اليد والملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات والمكياج والعطور والديكور المنزلي. بعد أكثر من ربع قرن خرج فيلم هاوس أوف ذا غوتشي ليروي قصة جريمة القتل والأحداث المتضافرة التي أدت إلى الحادث المأساوي، لكن هذا الفيلم أثار غضب عائلة غوتشي. دار غوتشي كانت وما زالت أفخم ما أنتجتها الأزياء الإيطالية. كان وما زال البيت الإيطالي سباق بالإبداع والتميز بالتصاميم من الملابس إلى الساعات والأحذية والنظارات وغيرها. أما اليوم فرح يكون لنا تميز آخر، تميز عراقي مع الشابة الطموحة عائشة العقيدي. رحنا وزرناها بمحل عملها وتعرفنا على تفاصيل التصاميم اللي تقدمها وبنفس الوقت الأعمال المميزة اللي رافقتنا بتفاصيلها. فخلونا نتابع سوية بهذا اللقاء اللي كان لنا نصيب به مع عائشة. مرحبا عائشة، شلونك؟ طبعا كلش سعيدة اليوم باستضافتك بإن موضة. كلش حابة أتعرف عليك، أنا أوريدي أعرفك يعني نحن صديقات طبعاً. بس حابة أنه الجمهور يتعرف على عائشة وشون بدت مشوارها بالتصميم وكل هاي التفاصيل، فعرفيني عن نفسك مبدئيا. تمام، أهلا وسهلا بيك. طبعا سعيدة أني في اللقاء. اسمي عائشة العقيدي، مجالي تصميم الأزياء. بديت بتصميم الأزياء يعني هو من الطفولة، بس حتى أنه أنا خليتها كمهنة كانت لما تخرجت من كليتي الأولى.
أخذت دورات بتصميم الأزياء بالستايلينج، حتى بالكرياتيف، بالسكتشينج، ومعي كانت من دبي، من الكويت، السعودية، عمان، من لبنان، هم نفس الشيء، جزء من عندهم أونلاين، وحتى من دار الأزياء العراقية هم أخذت يعني شهادة مشاركة. حبيت. طيب وشون بلش الشغف عندك، وشون حسيتي نفسك أنه أنت حابة تفوتيني بهذا المجال؟ بالبداية كانت لما تخرجت واشتغلت فترة بالرسم على الزجاج وعلى الأقمشة. حلو، يعني أنت بلشتي من الرسم. بالضبط، بلشت بالبداية من الرسم، بعدين حتى بالموضوع الرسم كانت على الأقمشة، كانت أستخدم أشياء مال مانيكان، فساتين جزء من عدها. يعني قررت أنه لا، يعني أنا أركز بموضوع التصميم حتى دا يمشي على هذا الأساس، يعني حتى ما أشتت أفكاري تروح منها وتروح منها. وتمرنت بالرسم يعني حتى دا أنا أنقل الفكرة مالتي على الورق وتكون سهلة للتعامل من اليوتيوب. حلو، حبيت. طيب عائشة، بلشتي خلينا نقول بأي لاين؟ فساتين، البشتات، السوتات، وين بلشتي؟ أنا بالفساتين كتدريب وتعليم وهاي التفاصيل، يعني أنا أشوف نفسي أنا بالفساتين. بالبداية هسه دا أشتغل على الأشياء اللي ready to wear، على أطقم الرسمية، وإن شاء الله بالجديد حيكون أكو لاين مال فساتين سهرة وفساتين أعراس. حبيت، يلا good luck. أنا متحمسة أشوف فساتين الأعراس، وهيجي خبرتيني أنت خلف الكواليس أنه أكو لاين بالجديد، وهذا خبر حصري. أي طبعا أكيد. طيب أنا اليوم كلش سعيدة أنه أنا متواجدة بمحل العمل مالتك، وأنه أنت بالجديد فتحتي، مبروك طبعا. الله يبارك. سميتي دار خاتون. بالضبط. صح؟ طيب شلون جت الفكرة أنه أنت تفتحين الورشة الخاصة بك؟ اوريدي صار عندك ستاف متخصص، انت تصممين بالضبط، واكون من يخيط. فشلون جتش هذه الشجاعه؟ كلش حابه اني اعرف هاي التفاصيل. يعني قررت انه افتح الورشه الخاصه بي حتى اقدر اني انفذ بهم التصاميم اللي اني اريدهم، لانه اني فتره اشتغلت، يعني اشتغلت ويا اشخاص او معامل سواء بالعراق او حتى خارج العراق، من ضمنهم اكو معمل بتركيا، اكو معمل بعمان، كانوا ياخذون بس سكتشات. فيعني انه دا اشتغل لاشخاص اني بدون مسمى، يعني اني بهاي فتره كلش طويله دا اشتغل على اساس المعامل. حلو. يعني قررت انه خلاص لازم اني اسوي البراند الخاص مالتي وابني اسمي. حلو. وقفت العمل وياهم وبديت اني بورشة صغيره كلش، كانت بالبدايه بعامل، وشوي شوي دا يكبرون، شوي شوي دا يزيدون، الحمد لله ما شاء الله. هاي تشجيع كلش كبير. اليوم اني اصلا مبسوطه انه المشاهدين دا يشوفون انه عندنا هيك مصممات جميلات، وبنفس الوقت صار عندهم اللاين الخاص بهم. طيب أنا كلش فخورة بهاي التفاصيل اللي أنتي سويتيها، وبنفس الوقت اللاين اللي أنتي أجرأتي وصار عندك جرأة إنه تسوين الورشة الخاصة بيك. طيب اشرحي لي أكثر عن البراند أو الورشة مالتك. الورشة اسمها دار الخاتون. حبيت. بينما البراند اسمه مايشة. شنو الفرق؟ دار الخاتون هي اسم الورشة العامة. أنا أشتغل مصممين كتنفيذ، أشتغل ديزاينات جملة، وأشتغل حتى الأشياء اللي حسب الطلب. قصدك يعني تجمعين من أكثر من مصمم وممكن بالضبط. أنتي تنفذي له. أي. أوكي. يعني أساعده، لأنه تعرفين إحنا ورش خياطة تساعد المصممين ما موجودة. تمام. هاي كدار خياطة. أما المايشة اللي هو البراند الخاص بيه، اللي أنا يكون بس التصاميمي، بس القطع اللي أنا أصممها وأنفذها وتكون خاصة بس بمايشة. واللي هي قلتي لي أغلبيتها حتكون الفساتين. إن شاء الله. إن شاء الله. شو كت الفساتين؟ يعني على الشهر الرابع خامس بإذن الله حينفتح اللاين مال فساتين سهرة والأعراس. حلو. شلون تجيش الوحي بالأفكار بأنه أنت تصممين؟ مرات من القماش نفسه، ومرات إذا أنا حابة أسوي كوليكشن فأعتمد على المود بورد. حلو. المود بورد يعني أحط به الأشياء اللي أنا حابة هذا الكوليكشن تحمل هذا الموضوع. بنفس الوقت يعني هسه احنا حجينا قلت لك انه انا مشاركه بالرنوي بغداد رنوي. صحيح. الكوليكشن مالتي حيكون بناء على مود بورد وبناء على لون معين وتفاصيل معينه، حيكون ناس مكمله الناس. حبيت. على هذا الاساس. نايس. طيب عائشه، اكو تفصيله كلش مهمه واكيد المشاهدات والمشاهدين راح يستفادون منها. انت بلشتي موهبه وبنفس الوقت دعمتك الدراسه. إيش قد دعمتك الدراسة وإيش قد نسبة الموهبة إنه هي تأثر إنه أنت تكونين اليوم مصممة؟ بالنسبة للموهبة تقريبا 80 أو حتى توصل للتسعين. بالنسبة للدراسة
ممكن احنا نستعين بهواي تفاصيل تغنينا عن هي الدراسه نفسها. اني اسرش لحالي، اني اروح ابحث، اني اروح ألقي أماكن اللي هي تساعدني، مثلاً أعتمد على أشخاص حولي يعلموني، يوتيوب موجود، السوشيال ميديا كلها موجودة، هواية برامج إحنا نعتمد عليها. حلو. أما موضوع الموهبة كويش تعتمد، يعني إذا الشخص ما حب الشيء اللي هو دا يسوي مستحيل يبدع بيه، حيوصل مرحلة إنه يوقف بيها، لأنه خلاص يعني تعرفين أنت الأفكار تخلص، اعتماده على الكوبي راح يخلص، إنه إحنا نجمع منا. حلو. كل هاي التفاصيل حتنتهي، حتوصل مرحلة إنه خلاص يعني هاي الموهبة مال إنه مال استخدام شيء ويضيف إلى شيء ثاني حتنتهي، بينما فرق. إذا هي كانت موهبة لا حيبقى. طيب قبل ما ننهي أريد أسألك سؤال كلش مهم، واجهتش صعوبات وأنتي يعني وأنتي صرتي إنه أنتي مصممة وحبيتي يعني تكونين بهذا الخط؟ أكو أكيد صعوبات ممكن تواجه أي اليوم أي أحد بأي مجال، بس أنت كمصممة ونحرف إحنا المصممين بالعراق قليلين، فشنو ممكن أكثر الصعوبات اللي واجهتك؟ هي بالنسبة للصعوبات أنت تعرفين يعني كل مجال أو كل طموح شخص حاب يحققه لازم يشوف به صعوبات. كل مصمم يعني العقبة الوحيدة واللي أكبر وحدة هي التنفيذ. كانت أكو أكبر مشكلة أني كنت أواجهها هي التنفيذ، الديزاينات نفس الطريقة اللي أني شايفتها اللي أني راسمتها بناء على نفس التفاصيل. يعني إحنا عندنا أكو مشكلة بين التواصل بين المصمم والخياط. هو مدى يفهم أو مدى يتقبل فكرة أنه مصمم وخياط ناس تكمل ناس وناس ما تأخذ دور ناس. يعني أني هسه حالياً ما اخذ دور الخياط اللي المحترف اللي يطلع لي القطعه بالشكل اللي انا اريده. ابدا، انت تصممين وانت تكمل اياها. هاي اكبر شيء وممكن شخص يواجهها، بس انه اذا كان شخص موصل فكره للشخص اللي قدامه انه لا انا عارف يعني انا دا اعرف اني هاي التصميم مالتي يعرف يتنفذ بهاي الطريقه، هذا القماش هو اني اللي انا اريده، يعني يفرض رايه على المنفذ. اذا يعني هي السلسله كانت مركبه شويه صعبه، بس انت اوريدي الحمد لله. اوريدي صرتي بالخط الصحيح والمكان الصحيح، صار عندك الورشه الخاصه بيك وبنفس الوقت البراند الخاص بيك. انا كلش سعيده وكلش مستمتعه، فنحن لازم شويه ناخذ جوله، حابه اتعرف على مكان العمل مالتك وتفاصيله. اوكي، ثانك يو سو ماتش على استضافتك لنا اليوم بالموضه. حبيب تسلمي. ثانك يو عائشه، شكرا جزيلا. طبعا عاشت ايدك، كلش استمتعت بالتفاصيل وبنفس الوقت الاجواء اللي عايشتينا بيها، واكيد انت الاساس انه انت تصممين وبعدين من يفصل ويخيط حتى تسوي النهايه شنو نقول الصوره الحلوه الاخيره للقطعه. ثانك يو سو ماتش حبيبتي، شكرا لاستضافتك لنا، سعيده كلش اني واني اسعد، وكل التوفيق لك مني ومن الموضه ومن كل المشاهدين. أما هسا فوصلنا لفقرة مود بوتيك اللي كنا ننتظرها ونقدم لكم بها دائما نصائح مميزة عن الأوتفيت. اليوم اختارينا نحكي عن السوت وعن تفاصيله وبنفس الوقت ويا شنو ممكن نلبسه وين، فخلونا نشوف بمود بوتيك شنو حضرنا لكم هناك من تنسيقات. ويا الموضة دائما التفاصيل غير شكل. اليوم حابين نسلط الضوء على فتفصيلة كلش مهمة وأغلبية النساء بكل الحياة يستخدمون السوت. السوت هو الطقم الرسمي، عادة بمفهومنا تفاصيل معينة وثابتة أنه الطقم الرسمي يلبس فقط بالاجتماع أو بالعمل الرسمي أو حتى مرات خلينا نقول بالأشياء الرسمية ك مناسبات وغيرها. بس اليوم أنا حابة نوضح في التفاصيل مهمة عن السوت، مختلف ألوانه وبنفس الوقت مختلف ديزايناته وين ممكن نلبسه. بيسكلي النساء يفضلون السوتس لما يرايحين إيفنت أو
خلينا نقول مقابلة عمل، أو حتى إذا هي موظفة رسمية صباحياً فتستخدم السوتس. بالنسبة لي هذا المفهوم مختلف تماماً، وبإن موضة إحنا حابين نوضح شيء أساسي اللي هو السوتس ممكن نلبسه as إنه هو daily use ككاجوال. فاليوم حبيت أخذ لكم عينة بسيطة عن إنه هذا السوت ممكن ألبسه ويا ترين شوز أبيض ويا توب أو هاينيك أو بلوزة بيضة، فرح ينطينا ديزاين وأوتفيت مختلف كلياً على أنه هو سوت رسمي. طبعاً أنا أعتمدها غالباً هاي اللبسة، يعني حتى إذا مو نفس البلوزة بس عادةً ألبسها بهالطريقة لأنه حلوة ومريحة، وبنفس الوقت أقدر ألبس فيها الترين شوز ديلي. أنا شخصياً أحب ألبس السوتس بس بمختلف الطريقة وأكيد مختلف الماتيريال، فحبيت أوضح لكم أنه ممكن إحنا نرهم السوتس بهالطريقة. وطبعاً أغلبية المشاهير والفنانات اعتمدوا هذا الإطلالة بأغلبية مقابلاتهم وحتى كليباتهم وغيرها حتى من الإيفنتات اللي ممكن يحضروها. خير مثال آخر لبسة لنادين جيم، كلش حبت أنه ترهم السوتس اللي هو مو رسمي بس بنفس الوقت هو للمناسبة، بس إحنا لازم نعتمد الماتيريال الصحيح للقطعة. فهنا رح تختلف مفهوم السوتس عن إنه هو رسمي أو لإيفنت معين أو شيء مو كاجوال. هنا اختلف وصار شيء كلاسيك، وبنفس الوقت أنت اختلفتي وصرتي يونيك وطلعتي من أجواء الدرس. هاي التفاصيل كلش مهمة نعرفها، إنه السوتس همينة ممكن يستخدم بطريقة الألوان المختلفة، يعني مو إلا شرط نفس اللون أو نفس التخطيطة أو نفس القماشة، اختلفت التسميات عليها، بس إنه إحنا الفكرة من عندها نحاول ننسق الماتيريال واللون الصحيح بالسوتس. أنا أحب كلش هواية أعتمد الترين شوز ويا السوتس أو ويا الجاكيت حتى تبين لي إطلالة كاجوال وسيمي فورمال. يعني بكل بساطة السوتس مو فقط إنه للعمل أو لإيفنت أو لأشياء رسمية، نحن ممكن نأخذ السوتس بكل حياتنا بس إحنا نعرف نعتمدها بالطريقة الصحيحة. هسا راح نشوف بعدين شلون ممكن راح نلبسهم وشلون راح نرهمهم ويا تفاصيل حلوة دوية ترين شوز دوية الهاي هيلز وبنفس الوقت للإيفنتس. فإن شاء الله تكونوا استفادتوا واستمتعتوا ويانا. أما هسه فوصلنا لفكرة النصائح السريعة بإن موضة. اليوم حابين نسلط الضوء على تفصيلة كلش مهمة وأغلبية النساء تقريبا يعانون منها وبنفس الوقت يحبون يتجنبون منها، وهي الأجسام الكيرفي، يعني الأجسام الممتلئة من ناحية البطن والخصر. طبعا أغلبية الترندات بالعالم البراندات سلطت الضوء على أنه هي تنطيكم ملابس أو أوتفت معين يبين جسمكم متناسق وبنفس الوقت صحيح. شلون؟ هنا اعتمدنا الملابس الفضفاضة وهي الفلوي. طبعا الملابس الفلوي تجي على النساء الممتلئات بطريقة صحيحة إذا حبيتوا أنه أنتوا تعتمدوها بطريقة مناسبة. شلون؟ إحنا هنا رح نخلينا نروح على التفاصيل اللي تمنع أنه إحنا نختار الدسان أو الماتيريال الخطأ للجسم. يعني خلونا نعرف أنه الأشياء المخططة العريضة كلش ما تناسب جسمنا الكيرفي. شلون؟ خلونا نختار الخطوط الضيقة أو الناعمة وبنفس الوقت الأشياء المشجرة البسيطة وليس التشجيرات الكبيرة. ليش؟ يعني هنا راح تعطينا وحي مريح وبنفس الوقت نبتعد على أنه هي تبين منطقة البطن أو الورك بطريقة مو حلوة. أما عن الجينز اللي لازم تعتمدوه ويكون صحيح، فابتعدوا عن الجينز اللويست. اللويست معناته الخصر الواطي، وخلونا نروح على الجينز الهاي ويست. مو بس الجينز، حتى البنطلون
اللي ينطينا قصة صحيحة وبنفس الوقت كلاسيك، يعني من تحت يكون قصته كلاسيك. وأني أفضل تبتعدون عن البناطلين اللي قياسها 90. ليش؟ لأن هنا رح تنطينا قصر بالقامة وما رح تبين جسمنا بطريقة حلوة أو مناسبة. أما عن ناحية الأحزمة اللي ممكن أنتوا تعتمدوها، فابتعدوا عن الأحزمة العريضة أو الكبيرة أو المليانة إكسسوريز. ليش؟ لأنه أيضاً همنا راح تخلي منطقة البطن واضحة وصريحة ومو مريحة للنظر. اختاروا الأحزمة الرفيعة في حال حبيتوا، مع أنه أني أفضل الأحزمة تكون تحت الصدر وفوق الخصر. ليش؟ لأنه راح تبين الجسم بطريقة حلوة ومخسور. لا تخلوها أبداً لا على البطن ولا تحت البطن. هاي تفاصيل كلش مهمة أنه إحنا ننتبه عليها. أما من ناحية الألوان اللي أفضلها تلبسها صاحبة الأجسام الكيرفي، فهي الألوان خلينا نقول الغامقة. مو بس تعتمدين بس الغامقة، إحنا ممكن نروح على ألوان الباستيل، بس أهم شيء الباستيل الصريح. وبنفس الوقت خلونا نعتمد المونوغرام، يعني الألوان المحايدة واللي هي تكون لون واحد، كفستان لون معين أو حتى السوت بيكون لون معين. يعني خلونا نبتعد عن التشجيرات بالألوان. أما من ناحية الأحذية فأنتوا ما عندكم مشكلة، بس خلونا نفضل الحذاء الهاي هيلز. ليش؟ لأنه حينطينا قامة ورح يخفي هاي التفصيلة اللي إحنا ما نحبها اللي هي الكيرفي. هاي نصائح كلش مهمة أنه أنتوا تستفادون منها، بنفس الوقت تعتمدوها إذا كنتي من صاحبة الأجسام الكيرفي. أتمنى تكونون استفادتوا من النصائح اللي نقدمها لكم. وبنفس الوقت أهم شيء أنه إحنا لازم نعرف شنو نختار الأجسامنا من الأوتفت والتفاصيل المهمة الأجسامنا. أما هسه فرح نروح ونتعرف على أسامة ونشوف شنو رح يقدم لنا من نصائح مهمة للشعر. بالنسبة إلي نصف جمال المرأة هو شعرها، فخلونا نشوف بهذه الزيارة لأسامة شنو قدم لنا. هلو هلو صابري، كيفك؟ شو أخبارك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله، ماشي الحال؟ تمام؟ كلش تمام. اليوم اجيت شويه اخذ منك معلومات الموضه، بس الوقت المشاهدين يستفادون من النصائح اللي ممكن نسولف بيها. بس قبل كل هاي اريد اسوي شعري. تكرمك. تمام، شو راح اسوي لي؟ انت شو عندك؟ انا حابه هيك بيج ويبي خفيف، اوكي ناتشورال، كل شيء يكون طبيعي. تكرم عيون. ويلا ويانا اليوم ضيف مميز، أسامة صباخ، كلش ضيف عزيز على قلبي آني لأنه دائما يهتم بشعري، خبير الشعر. اليوم رح نستفاد منه ورح نسأله أشياء تهمكم وتهمني بنفس الوقت. خلونا نستضيف أسامة. أسامة thank you على الشعرات الحلوين، يعني كلش حبيت. دائما أنت مهتم أصلا بشعري من الأساس. فأسامة شنو أكثر شيء يفضلوه ويميزوه بالشتوية؟ الشعر الليس ولا الشعر الكيرلي ولا البيتش ويفي ولا أي نوع شعر؟ ما في فرق بين التسريحات، كل شخص هو والكاريزما تبعه، شو بيلبق له، شو بيحب، شو بيكون لابق على وجهه. في موضة بتكون كل سنة بتطلع شيء مميز العالم تعمله بكثرة انه بيلبق لهم هيك. مثلا هلا هيدي 2022 طالع كثير الشنيون بالنسبة للعرايس. حلو، الشنيون العالي كثير، انه بكون كل الشعر مرفوع. كثير هيك عم يحبوه اكثر من الشنيون كان هذيك السنة الواطي او اللي بيكون مثلا على جنب. هلا صار هذا مرغوب اكثر. بالنسبه للسهرات كمان مثل ما قلت لك، مثلا في عندك الويت لوك كثير عم يطلع هلا، عم ينطلب كثير حلو. ايفنت عم يطلبوا ريترو، اي ويفي، بيتش ويفي مثل ما انت عملتي، هدول القصص كثير عم تطلع مرغوبه وحلوه وناتشرال بنفس الوقت وما بيها تكلفه. يعني هسه اليوم نقول موديز الشعر اكثر سمبل. ايه كله هلا عم يرجع للسمبل، كله عم يصير عم يحب الشيء الهادي البسيط، ما بقى في الاوفر بالشعر. بالضبط هاي التفاصيل. طيب هاي بخصوص التسريحات، اما بخصوص القصات مال الشعر، يعني
شنو اختلافها وبنفس الوقت شنو اكثر شيء هو دارج؟ هلا القصات في عالم بتحب تقص قصة بتكون هي مش مناسبة لشعرها ابدا. أوكي. ما بتطلع حلو على شعرها. وفي عالم بتكون اختيارها حلو بصراحة. حلو. في الشعر الناعم ما فيك تقصيه مثلا طبقات او ما فيك تعمل فيه تدريج بيطلع بشع اصلا، حتى لو استشورتيه بيطلع هيك نايم. نايم كأنه ايه. ناعم. هذا بيتفضل عليه مثلا القصات ستريت، القصات اللي شوي مدرجة من قدام تدريجة خفيفة. حلو. هيك. في الشعرات اللي شوي بتكون خشنة. خشنة. بالبقلة يكون في حركة أكثر. كتير هذا الشيء مثل ما قلت لك بترجع ل طبيعة الشعرة وشكل الزبونة شو بيلبق لها. هذا الشيء كلش مهم. طيب لون البشرة يأثر؟ ايه لون البشرة ايه، اللي مثلا شعره أسود كتير وبشرته غامقة بفضل يعمل شوية يدرج شوي من قدام. أوكي. كرمال يضوي له وجهه مثلا ما يصير وجهه هيك معبي أو معتم. حلو. ايه هيدا كتير كمان عم يعملوه، مثلا بقص غرة. أوكي. هذا اللي بشرته غامقة كتير شعره كتير أسود ايه بيلبق له. من ناحية الشسوار، من ناحية المي، من ناحية القص، شنو نصائحك اليوم اللي تقدر تقدم لنا إياها؟ هلأ كثير عم بيجينا كثير أسئلة عن هالموضوع، أو عن مثلاً عالم حارقة شعرها بصبغة، أو عالم حارقة شعرها بسحب لون. هيدا بده تعالجه تريتمنت طبعاً، مش تحط له في مواد كرياتين أو أي شيء، فقط تريتمنت عند خبير يشوف شو المناسب لشعره، لأنه مش أي تريتمنت بتحطه، لأنه في عالم بيحطوا كريم وبيفكروه هو تريتمنت. مش أي تريتمنت بينحط، إنه يكون تريتمنت نوعيته منيحة. ما تحط له زيوت، الزيت كتير بينشف الشعر، هو على العكس المتعارف عليه. هاي نصيحة كلش مهمة. أي. الزيوت انتبهوا منها. الزيت بشكل مباشر أبدا ما بينحط على الشعر، بيتخفف بكريم، بيتخفف بماسك، بيتخفف بحمام زيتي وبينحط على الشعر، بس زيتك مباشر بينشف الشعر. حبيت حبيت أسامة، ثانكيو على النصائح اللي قدمتنا إياها، وكلش هواية نشكرك. وبنفس الوقت ثانكيو على تصفيفة شعري اليوم، هي دائما بس اليوم سبيشالي يعني اليوم شوفناهم للمشاهدين. ثانكيو لكم عن جد، هي شكرا شكرا. ويا الموضة عادة وأبدا التفاصيل جدا ممتعة والنصائح جدا مميزة. شكرا لأسامة ونشوفكم في الاستديو. لقاء جدا مميز مع مصفف الشعر أسامة، ونشكره على كل التفاصيل اللي انطانا اياها. اما هسه فوصلنا لنهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، ان شاء الله تكونون استفادتوا واستمتعتوا مثل ما اني استفادت واستمتعت. نشوفكم الاسبوع القادم بحلقه جديده وبتفاصيل مميزه. نتمنى لكم هسه سنه سعيده، نشوفكم على خير، باي باي.